أعزائي المشاهدين مساء الخير، يتشرف برنامج باب المسؤول لقناة الهجار باستضافة السيد بوزيد سلمي القيادي في الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي لمناقشته بشأن وضعية الثروة الحيوانية في الجزائر ودورها في توفير اللحوم والحليب خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك. سي سلمي مساء الخير. مساء الخير سيدي الكريم. في البداية من الممكن أن تعطي لنا تصور عام عن وضعية الثروة الحيوانية في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سي عبد المجيد، أنا شاكر لك الدعوة باسمي وباسم رئيس ومكتب الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي وعبرهم مربين الجزائريين على هذا اللقاء، وفرصة لنا وين يعني ننقل انشغالات والعقبات والمشاكل وكل ما يعني يتخبط فيه المربين، سواء يعني مربين الإبل في أقصى الجنوب والجنوب ومربي المواشي في الهضاب. وربما أنت تعرف بأن يعني الثروة الحيوانية في الجزائر هي ثروة وطنية وهي ملك لكل الجزائريين، بالرغم أنها يعني يتصرف فيها يعني أصحابها اللي هم الموالين والمربين، إلا أنها هي تعتبر إضافة للاقتصاد الوطني، ونحن يعني نعتبرها أكيد يعني كل الاقتصاديين يعني اللي يعني يمارسوا في المجال الاقتصادي أنهم يعرفوا أنها ثروة يعني تأتي يعني بعد البترول ولها، وهذا يعني أنها ثروة يعني اللي يعني تستقطب اكثر من يعني 6 ملايين ولا 8 ملايين من ساكنه الريف، يعني سواء هادو شغالين في هادو اللي عندهم علاقه، سواء عندما نقولوا مربي نقولوا العائله نتاعو للاولاد نتاعو نقولوا الزوجه نقولوا يعني كل عندهم يعني علاقه مع التربيه، اكيد يعني عندهم علاقه بتربيه المواشي، وانهم يعني مستوطنين ومستقرين يعني في المناطق سواء الحدوديه الى اقصى برج باجي المختار تيمياوين وفي في المضيق او في الجنوب الغربي او في الهضاب، يعني هم يعني في 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 يعني يسيروا في ثروه وطنيه اكيد هي ملكهم يعني الخاص، ولكن يعني المستفيد منها هو المجتمع الجزائري كله. ممكن نعرف عدد الرؤوس هذه؟ يعني هما بالارقام يعني، وإحنا يعني دائما نتحفظوا فيها لان يعني المواشي تقريبا بالتقريب يعني من 24 حتى 28 مليون من رؤوس يعني من الإبل ويعني الاغنام والماعز ويعني والابقار يعني الموجهه يعني للذبح. للذبح، لا ترون بان هذا الرقم يعني هو ضعيف بالنسبه للشساعة الجزائر اللي هي تعتبر قاره؟ اكيد يعني هو مقارنه يعني بي 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 يعني بالشساعة الأرض ومقارنه بطموح يعني المربين، هو يعني رقم يعني ما نقولوش يعني 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 ضعيف جدا، وانما ربما في المتوسط، يعني نامل كافه يعني في سواء في اطار الفيدراليه او في اطار يعني التنظيم التاريخي للفلاحين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي يعني تنطوي تحت لواء هذه الفيدراليه التي انشئت يعني بمباركه من في رساله يعني وين بارك يعني السيد فخامه رئيس الجمهوريه انشائها يعني تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، نامل اننا نطور يعني تربيه المواشي عددا وعده يعني في 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 في, في الافاق يعني نتاعنا والامان نتاعنا. مقارنة يعني ببعض الدول اللي هي اللي مثل ما عندهاش إمكانيات كما عند الجزائر من ناحية المراعي من ناحية السهولة، هذيك عندها ثروة حيوانية يعني كبيرة، احنا يعني رقم ضعيف جدا. يعني هو ليس ضعيف جدا، يعني اسمعني ربما قد يكون ضعيف قد يكون متوسط، لكن يعني الآفاق نتاعنا والأمان نتاعنا هو يعني التنظيم نتاع هذه الشعبة اللي هي شعبة تربية المواشي، تنظيمها يعني هو بتضافر الجميع، يعني بتضافر الدوائر الوزارية اللي عندها علاقة يعني بالاقتصاد، لأننا يعني نتكلموا عن الموالين نتكلموا على تربية المواشي نتكلموا على الاقتصاد، هي يعني تضافر الجميع من أجل يعني أكيد يعني تقول لي أن الأرض الجزائرية يعني التراب الجزائري يعني ربما يعني منطقة واحدة قادرة أنها تكون يعني يعني تستوعب أكثر من 10 ملايين 15 مليون رأس. ونعطيك يعني مثال بسيط، يعني عندما يعني تطيح يعني الأمطار في الجهة الغربية أو في الجهة الشرقية في ورقلة أو في بشار، يعني في 2008 و 2009
ربما العدد اللي وصل يعني المنطقة بشار يعني رؤوس الأموال المواشي اللي دخلت أكثر من 9 ملايين رأس اللي رعات في المنطقة يعني بين بشار حتى 30 دوف منطقة بشار أكثر من 9 ملايين رأس. وهذه الأرقام موجودة يعني عند مركز العبور تاع الجمارك موجود في بني ونيف أن يعني أنت تعرف أنك تنقل يعني الترحال تاع المربين يعني يمروا على يعني المراكز تاع العبور تاع الجمارك. بالنسبة للدولة كما يعني الجميع خصت أموال يعني طائلة لتطوير هذا القطاع لكن ملموس غير كافي. يعني أنا يعني كي تقول لي أنت يا الأموال الدولة خصت أموال لتطوير هذا القطاع أنا مشناش أموال يعني مخصصة لهذا القطاع ما عدا يعني ما يسمى بالدعم يعني تاع الشعير هذا تاع الأعلاف وهذا يعني عندما نجو حسابيا يعطوك أن 300 غرام يعني للرأس والأنثى يعني النعجة أو المعز 300 غرام يعني هي غير كافيه للراس يعني في اليوم. ربما احنا نعرفوا بان في وقت يعني اللي تكون يعني النعجه يعني بالعمل وكذا يعني تاكل اكثر يعني تستهلك اكثر من تقريبا كيلوغرامين في اليوم. في امور تقنيه ما شفناش امور علميه يعني ما شفناش ما عدا يعني التلقيح ربما من العام للعام هذه يعني اللي نشوفوا فيه شيء ملموس تلقيح وفي كثير من الاحيان ان هناك مربين ما يلحقوش حتى التلقيح يعني. وبالنسبه لادخال الوسائل العصريه فيما يخص هذا القطاع هل هنالك يعني دعم من طرف الدوله؟ لا يعني قلت لك الدعم وين كاين في الاعلاف وواحد بالمئة يعني ربما الموال توصلوا يعني الحصة تاع مرة في الشهر توصلوا مرة في 6 شهور ولا مرة في 5 شهور باش يتحصل على الأعلاف نتاعو. هاو اليوم يعني بدأوا التموين يعني في من جونفي اليوم كاين مربين داو مرة وكاين في بعض الأحيان حالات شادة داو مرتين وكاين في بعض في بعض الأحيان ما استفدوش كل. واليوم رانا على مقربة أنهم يغلقوا العملية لأن تبدأ ما يسمى بعملية الحصاد. وهنا نفتح قوس يعني هناك يعني في بعض يعني عندما يبدأ عملية الحصاد توقف عملية يعني تزويد بمادة الشعير. هنا أنا نفتح قوس يعني والمطلب نتاعنا هو أن هناك بعض الولايات يعني في اللي قايسها الجفاف ما فيهاش يعني عملية حصاد خاصة يعني بعض الولايات الجنوب وأقصى الجنوب. وهنا يعني لو يعني تستمر عملية التموين لأن لا يوجد فيها عملية تاع حصاد. الشيء اللي التربية لازالت يعني أكثر من 90% لازالت التربية بدائية يعني تقليدية لازالت. احنا نامل من الجهات يعني المعنيه سواء يعني وزاره الفلاحه وزاره التجاره او يعني وزاره الماليه انهم هادو يعني لازم يفكروا لنا في اننا ننقلوا المربين من 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 التربيه يعني البدائيه الى التربيه العصريه ولما لا. وش هي الطريقه تاع العصريه فيما يخص الطريقه العصريه؟ هي ان المربي يعني يستفاد من 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 قطعه ارض يعني يعني نسبه شاسعه على حسب الرؤوس اللي يملك يقدر هو يخلق الأعلاف نتاعها يقدر هو ينتج الأعلاف نتاعها في الصحة الحيوانية ربما في التلقيح الاصطناعي. ربما هناك عدة أمور تقنية اللي احنا لحد الآن ما استفدناش منها وخاصة يعني رانا في اليوم في وقت العولمة ووقت يعني التطور التكنولوجي في هذا المجال. بالنسبة للوسائل التقليدية هنالك من يرى بأن تطوير هذا القطاع لا بد وأن تكون فيه شراكة أجنبية ممكن؟ أكيد هو شوف يا سيدي الكريم احنا باش على الشراكة الأجنبية احنا يعني المربين مستعدين بدون شراكة أجنبية باش يحملوا هذا القطاع للتطور مستعدين يعني والأمور يعني ماهوش مكلفة يعني آبار يعني حفر آبار والطاقة الشمسية وتجيب له الأمور العلمية لأن أولادنا اليوم الحمد لله يعني راهم قراوا ومثقفين وعندنا إطارات يعني مهندسين تقنيين ربما هادو يقدروا يزودوا المعلومة للمربي في عين المكان كيفاش وربما يعني يطوروا وين تطور حتى أن كيفاش يعني الناقة توفر له يعني الحليب أكثر كيفاش الماعز يعني يوفر الحليب أكثر كيفاش يعني النعجة وكيفاش يعني الولادة نتاعها. كل هذا يعني أمور يعني تقنية يزودوا به يعني المربين وهنا يقدر المربي أنه يستمع أكيد لأنها في الفايدة نتاعه باش يطور يعني من 500 رأس عنده إلى 800 ولا من 100 إلى 200 رأس.
بالنسبة للنصائح، ما فيش نصائح وإرشادات من طرف الجهات المعنية؟ أكيد هي موجودة، يعني ما ننكروش أنها سواء يعني حتى عبر الإعلام، يعني على الحمى القلاعية، ربما تكون يعني حتى من بين يعني التقنيين المتواجدين، يعني عبر مفتشيات البيطرة على مستوى يعني ولايات الجمهورية، يعني كاين، لكن يعني ماهوش بذلك الحجم الذي ربما يعني خاصة أن المربين ماهوش في مكان واحد يا سيدي، يتنقلوا ويعني في 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 يعني في مساحه نتاع 1 كيلومتر مربع، يعني تجي تقدر 30 ولا 40 ربما، يعني كل واحد في في في, في الخيمه نتاعو، كل واحد في الغنم نتاعو. بالنسبه للمربين، هنالك من يطالب بالاستقرار، مثلا منح قطعه ارض كبيره واسعه، مساحات كبرى، مع القيام بتوفير العلف للابقار. وهذا هي الامر اللي كنت يعني منذ قليل يعني كنت قلت لك يعني ربما داخل في التطوير هل هنالك استراتيجيه؟ والله يعني هذه من بين مطالبنا، لكن يعني ما كانش استراتيجيه يعني واضحه لهذا الشيء، يعني وهذه داخله في عصر تربيه المواشي، انك تعطيه تمنح له قطعه ارض محترمه، مساحه محترمه، وتعطيه التقنيات كيفاش، لان يعني اليوم رانا نشوفوا يعني في بعض البلدان المتطوره كيفاش راه ينتج الاعلاف نتاع المواشي ويستقر في مكان. اكيد هو بين قوسين يعني الكلاء يعني الطبيعي يعني ما كانش يعني ما يعوض حتى يعني اعلاف يعني اللي مستخرجه، لكن يعني هذه تدعم وتضيف يعني للمربي وتنحي له من الكاهل نتاعو. بالنسبة هنالك العديد من المستثمرين اللي قاموا باستيراد أبقار، لكن المنتوج تاعها ما لاحظوش ميدانيا، مثلا في الحليب، في اللحوم الآن الأسعار نتاعها مرتفعة، صبحت ماهيش في متناول الجزائري. شوف أنا نتكلم على أولا على الأسعار. الأسعار يعني التجزئة هذه يعني إحنا كفيدرالية وكمربين يعني وكفلاحين ما نش مسؤولين عن هذا يعني التجزئة. إذا تأخذ لي يعني العاصمة، أسعار في العاصمة، العاصمة ليست مقياس لأنها ليست بمنطقة رعوية أو في هدوء. لا مش غير في العاصمة، نتكلم أنا يعني في كامل التراب الوطني. لا يعني اللي برين تاع اللحوم مرتفعة بالنسبة للدخل تاع المواطن والقدرة الشرائية على أي أساس؟ اللحم الآن أصبح يعني حاجة ليكس. يعني اسمح لي سي عبد المجيد، على أي أساس أنت تقول لي أو واحد يقول باللي اللحم يعني اللحم ولا يعني المواشي راهي مرتفعة الأسعار؟ لا، واش هو المقياس؟ أنا نقول لك يعني اللحم اليوم في الجديوية أو اللحم اليوم راهو في العريشة وفي في 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 وفي الجزائر شرقا يعني في المناطق راهو يراهو ب 900 دينار ب 800 دينار اليوم. المرحلة هذه اللي احنا فيها في المنطقة اللي رانا فيها متواجدين الآن اليوم هنا في العاصمة 1400 دينار، يعني الفرق هذا احنا لا أكثر من 1000 سي بوزيد، أكثر من 1000 كاين في بعض المناطق هنا والأحياء في الجزائر العاصمة وين يوصل ل 2000 دينار. 1400 هادو يعني لا في ربما يعني في الأحياء الشعبية. معليش اقتصاديا سيد عبد المجيد، هل يعقل أن فرق يعني تاع 100 كيلومتر بين العاصمة وغليزان وبين العاصمة والجلفة يعقل تكون 600-800 دينار يعني فارق في السعر؟ لا هي غير معقول، يعني هذا احنا الأسعار ربما هذه يقوموا بعملية الذبح في البيوت ما تمرش عبر القناة الرسمية. لا لا لا, لا, لا في المناطق، شوف إذا كان تأخذه يعني من الناحية الاقتصادية، وهذا الكلام نوجهه لك ونوجهه عبرك إلى كل يعني المسؤولين، أن يعني البارام تاع الأسعار ما تأخذش في المدن يعني والأحياء الراقية، تأخذ في المناطق اللي وين كاين الرعاوية، لأن عندما يعني تشوف لي في بحبح اللحم يدير ب 80,000 و 85,000 و 90,000 في 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 العريشة، في مكمن بن عمار، في 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 ولاد جلال، هذا هو المناطق اللي تقدر تقيس بها. أما هذه المناطق والأحياء هذه الأحياء الراقية كاين اللي يروح يشري اللحم ب 2000 دينار. احنا يعني من الأسعار هذه ما ناش احنا المسؤولين عليها في التجزئة. واش كل المسؤول؟ مسؤول عليها اللي راه يبيعها. وجه لها السؤال اللي راه يبيعها، منين راه يجيب هذا اللحم يبيعها ب 2000 دينار؟ هم يجيبوهم من البطوار، وانتم البطوار منين راه يجيبوهم؟ كمربين تبيعوا للجزارين اللي هما الجزارين. احنا كيبيع له يعني اليوم كيتبيع له الخروف
باش يروح يوجهه يعني للذبح، كي تحسب له عمليه حسابيه تلقاه ما يفوتش 750 800 دينار. دوك الا كان هو يشريه بهذا الثمن ويروح يبيعه ب 2400 وكما راك تقول انت في بعض الاماكن 2000 دينار، هذه ماهيش معقوله. هذه هذا لو راه يجيبها من الخارج شحال يبيعه؟ هذا دوك الا كان من الجلفه لهنايا. لا تاع الخارج هذاك من بعد نتكلموا. انا نقول لك هذا لو راه يجيب الخروف من الخارج، يروح يجيب الخروف من الخارج يبيعه ب 400000. هذا راه يجيبه من الجلفه 400 كيلومتر. 400 كيلومتر تدي انت 1000 دينار في الكيلوغرام فائده، ماهيش معقوله اقتصاديا، ماهيش معقوله. لأنه اللحم نقول لك بكل صراحة، الآن المواطن الجزائري أصبح يعني ينظر به بالعين تقريبا اللحم. أنا نعلم إحنا من المربين ماهوش كل المربين. كاين اللي يقول لك ناكله غير في المناسبات. اسمع، هو حتى المربين يعني حتى المربين ماهوش كل يوم راه يذبح، حتى هو راه في بعض الأحيان يتوجه للجزار ويتوجه باش يقتني. يعني المربي ماهوش كل يوم راه يذبح، راهو في بعض الأحيان يروح حتى هو يتسوق من عند الجزار. أنا نطرح لك سؤال يا أخي وأجيبك في نفس الوقت. هيعقل يا سيدي هادو راه يجي هادو راه يجيهم الأغنام هنا غالية يا سيدي، هاد الجزارة هادو يتكتلوا ويروحوا يجيبوا اللحم ب80 ألف، يشروا ما يشروش الخلفان، يشروه كما نقولوا مسلوخ مذبوح ومسلوخ، يشروه ب80 ألف الكيلوغرام ويدوا هامش الربح. منين يشريه ب80؟ من عند متواجد متواجد في هاني نقول لك 80 ألف 90 ألف راهو عند الجزارة في هاد المناطق، موش عند الموال. موال يبيعوا لك حي، يبيع حي يبيع. هاني نقول لك هذا الخروف نتاعه ولا الاسعار هذه يا سي عبد المجيد، هاني نقول لك عليها 80 الف اليوم و90 الف ماهيش عند الموال، راهي عند واش هي الطريقه يعني الان اللي هي اجدى باه نتفاداو هذا الارتفاع تاع الاسعار، وخاصه في المناسبات دوكا ورمضان على الابواب، المواطن راه بدا يفكر يجي العيد الكبير الأغنام تطلع، الدولة يجي الصيف فيه الأفراح فيه الأعراس فيها اكسيتيرا، لي بري يطلعوا. واش هو الحل يعني بالنسبة اللي يرضي المواطن المستهلك والمربي اللي راه يشكي يقول لك أنا هامش الربح نتاعي هذاك ماهوش كبير، اللي هو مستفاد هو الجزار. واش هي الطريقة يعني اللي أنتم كفيدرالية واش تطرحوا البديل؟ شوف يا أخي، اولا يعني الاسعار عند المربين اكيد يعني هذه بورصه يعني تطلع وتهبط، لكن الشيء اللي يعني تطمئن به وعبرك يعني المشاهد الكريم اننا الموالين عمرهم ما يستغلوا الفرص الدينيه والشعائريه هذه باش يرفعوا الاسعار. الاسعار عندنا كيما شعبان كيما رمضان كيما ذو الحجه كيما ذو القعده، الاسعار ما ما ما, ما ترتفعش. اطمئن يعني هذه ان الاسعار مطمئن، لكن انا لست مسؤول على هذا، انا لست مسؤول. هذه وجهها يعني، وانا نضم صوتي لصوتك وعلى وزاره التجاره والرقابه يفعلوا الرقابه. هذه الاسعار هذه ما راهيش الرقابه يقول لك حريه الاسعار، هذه هي أبس حريه الاسعار لازم يكون فيها على الاقل اقتصاد السوق، يكون فيها هامش تاع ربح. انا مانيش ضد الجزارين، وانما يعني هذا شهر فاضل اللي رحنا مقبلين عليه، شهر القران وشهر يعني العشق من النار، أنا ما نستغلوش الفرصه هذه. انا نشوفوا رمضان العام اللي فات كل الجزائريين يعني اكدوا ان الاسعار كانت تقريبا حتى يعني في 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 في, في المجالات الاخرى يعني ربما في الخضر والفواكه واكسترا، حتى مي بالنسبه للحوم. اسمح لي سي بوزيد، اللحوم في الجزائر اذا كان طلعت ما تهبطش. العام اللي فات كانت تدير 120 في هنا في الجزائر العاصمه وفي بعض المدن الكبيره 120 ألف، الان طلعت 140 150 في الاحياء الشعبيه. يا سيدي الكريم، انا كي تكلم لي على اللحوم يعني التجزئه، انا هذا ماهوش اختصاصي ومجالي. انا تكلم لي على الخرف، الخروف اللي كان يدير 5 ملايين العام اللي فات تباع السنه ب 4 ملايين، كاين الخروف كان يدير 7 ملايين الموالة باعوه ب 4 ملايين. يعني الاسعار احنا نتكلموا على المواشي، المواشي تطلع وتهبط في كثير من الاحيان. يعني كي يكون الجفاف والله العلي العظيم كاين اللي يروح للسوق يدي الغنم نتاعو وما يلقاش واش يوكلها، كاين في بعض الاحيان يبغي يسمح فيها ويروح يروح. لان علاش؟ لان وقتاش الاسعار نتاع الاغنام تستقر؟ كي يكون يعني الغيط ويكون الكلا ويكون الامور، اما في وقت الاكل فيه الاكل والله يا في اوقات الجفاف يعني والله كاين اللي ربما يعني كيما انت تشري الخبز وتشري الخبز لاولادك وتديه للدار وما تخليش ولادك الجوع، هكاك الموال. موال ما عندوش الدراهم في داره محطوطين ولا في البنكه، الموال عنده المال نتاعو راهو يتمشى.
كي عنده كل أسبوع أسبوعين يروح يدخل للسوق يعني صرعوفة يبيعها ويروح يغدي ويشري ريفي طايمة نتاع أولاده ويشري كذا نتاع 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 15 يوم 10 أيام يعني يعني باش نقول الاسعار اسعار في وقت الجفاف يعني تسقط وتسقط يعني عند الموالين لما تهبط بصح ماهوش للدرجه اللي راك تهبط يعني تهبط في سنه 2008 اللحم وين كان ب 40000 و30000 وهنا نتذكر يعني يعني لولا فضل الله عز وجل والاتحاد الفلاحين انا ذاك يعني قبل انشاء الفيدراليه والامين العام الحاج محمد عليوي وين ناشدوا رئيس الجمهوريه و بداوا في الدعم تاع المربين عن طريق الاعلاف لولا يعني ذاك الوقت كاين اللي كان يروح للسوق والله كان يخلي حتى يبغي يخلي المال نتاعو يسمح فيه لانه ما لقاش واش يوكل اللحم يعني في 2000 وذاك الوقت قال لي ودي ما تفرحوش اللحم راهو 30000 راهو رايح راهو رايح يجي وقت وين يطلع لان علاش لان راني نقول لك يعني كيكون وقت الجفاف مثل ما السنوات اللي راه مضارب الجفاف اليوم الماشيه راها طايحه مقارنة بماذا نعرفوا عنها؟ لأنها يعني هناك يعني بارونات وهناك من يطلب بتهريبها. شكون هذا اللي يروح يهرب يعني الماشية ويبيعها بأقل ثمن اللي شراها؟ دليل على أن المواشي الجزائرية يعني مطلوبة حتى في الأسواق العالمية. عالمية. وش هو الاقتراح أنتم اللي تقدموه للقضاء على هذه الظاهرة تاع ارتفاع الأسعار بما أنه المربي ما عندوش هامش ربح كبير؟ ومن بعد شكون اللي الفاتوره شكون اللي يتحملها هو المستهلك واش هي الطريقه باش نتفاداو هذا الوسطاء اولا يعني ان الناس هذو تاع التجزئه انهم اولا انسان يعني خاف رب العالمين في هذا المجتمع هذه واحده الحاجه الثانيه يعني الاقتناء مباشره من المربين مباشرة من المربين ربما هذا فيه يعني ربما أو طريقة وين يقدر يعني الجزارين هادو يقدروا يعني يكون الأسعار يعني تكون منخفضة لأن علاش لأن في بعض الأحيان تيجيك يعني اللي يجي يشري على المربين ماهوش الجزار وسطاء نعرفوهم وسطا هما يبيعوا يعني معناتها يعني من عند المربي حتى للجزار راهو كاين ثلاث أربع أيادي وبطبيعة الحال ثلاث أربع أيادي كل واحد راهو يدير الفائدة نتاعو هنا ربما نوجه يعني هذا ربما كمواطن اولا وكمستهلك نوجه نداء للمربين للاخوه الجزائريين انهم لما لا انهم يعني يفتحوا مباشره قنوات مع المربين ويقتنوا يعني الماشيه نتاعهم مباشره ربما هذه تخفف يعني من وتنقص من الاسعار سي بوزيد كي تكلم تقول المربي ماهوش يربح احنا نشاهدوا في المدن الكبرى خلال المناسبه تاع العيد الكبير ولا عيد الاضحى الموالين يدخلوا للمدن ويجيبوا الخرفان تاعهم وهذا الثمن الاسعار مرتفعه مقارنه بينهم وبين الوسطاء تقريبا نفسها شوف يا سيدي الكريم يعني يا سيدي انا العام اللي فات السنه الماضيه عشيه عيد الاضحى كنت متواجد هنا في العاصمه وكنا نراقب ونحن من بادرنا وهذا كان بطلب يعني من السيد الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اننا نقتحم المدن الكبرى وهذا من اجل تكسير الاسعار واعطت يعني نتيجه يعني كبيره والدليل على توجيه يعني المواطنين هنا في العاصمه وين كنا نروحوا كانوا يعني يقولوا لنا تبقى هناك جزئيه في هذا في هذا في هذا في هذا الامر واحنا دخلنا يعني السنه يعني الماضيه وقبل الماضيه دخلنا هنايا للمدن الكبرى هناك فئه تجي مباشره تقتني يعني الاضحيه نتاعها باسعار جد معقوله لكن انا لاحظتها شخصيا في عين النعجه في 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 قهوه الشرقي في بعض هنا المناطق في العاصمه ان المضاربين مازالوا كاينين بحثنا لماذا موجودين هاد المضاربين يعني بالرغم الموالين انهم دخلوا من الجلفه دخلوا من القهوه دخلوا بقوه والمضاربين مازالوا يخدموا انا بحثت شخصيا في الموضوع ووجدت ان هناك فئه يعني تفضل يعني تقتني يعني شات العيد بالتقسيط وهذا امر يعني ما يتعاملوش به المربين لانه يجي العاصمه ما يعرفش الناس هذو يتعاملوش معهم هذه يعني كاين مواطنين حنا نطلبوا لهم الغناء ان شاء الله انه يروح يعني ما يقدرش يقتني شات العيد يروح يشريها بالتقسيط وعندما يروح يشريها بالتقسيط اكيد يروح يشريها عند المضارب اللي يعرفه
هناك امر ثاني جزئيه اخرى يعني تخلي المواطنين هنا في المدن الكبرى ونتكلموا هنا على العاصمه وهران عنابه قسنطينه خاصه يعني في النسيج العمراني ان في كثافه انه يقتني شات العيد مع عند الشخص اللي عنده يعني محل وين يخبي له يعني الشات حتى ليله العيد او صباح العيد يروح يجيبها باش ينحرها. هنا المربي ما يقدرش يوفر له هاد الاجهزه. انا هنا في العاصمه كاين كثير يعني اللي اتصلوا بي نعرفهم يعني حتى في معرفه شخصيه لكن ما قدروش يروحوا يعني عنده السوالده مي ما قدرش يدي لان يعني الموال قبل العيد بنهار ولا بيومين يروح غادر المنطقه. هو هذا يقول لك انا لا غالب يلزمني نشريها من عند فلان باسكو عندها يعني عندها مرأب ولا كراج وين يخبيها لي ما عندوش وين يحطها يعني يسكن في اف دو ولا يسكن في اف ا ما يقدرش يجيب شات العيد يعني باربع ايام خمس ايام من قبل. يقول لك انا نفضل انني نشتريها يعني من عند هذا الوسيط واللي عنده وين يخبيها لي وربما يعني يوفر لها يعني الاكل نتاعها يوفر لك ده حتى صبح ليله العيد او صبح العيد. ربما هناك بعض الجزئيات هي اللي تخلي المواطن. اما عموم المواطنين هنا في العاصمه وانا التقيناهم ونعرفوهم وعائله كثر ان الاسعار يعني اللي راحوا يعني في المعرض ولا في قصر المعارض او في المناطق يعني نقاط البيع كانت اسعار يعني في متناول الجميع وكل واحد باستطاعه نتاعه واش يقتني. لا لا المربي اللي تهضر معاه تقول له الاسعار راهي مرتفعه يقول لك هو ثاني الاعلاف لا 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 اكيد غاليه وهذا هو السبب نتاع لا 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 ارتفاع الاسعار. شوف يا اخي الكريم هو لو المربي هذا يعني تتوفر له الاعلاف يروح يتمون يعني يتمون الوقت اللي يحب اليد العامله وهذا الشيء يعني ربما يعني راهو عام بعد عام رحنا راهو تفاقموا به. اليوم المربين كاين اللي حتى اولادهم ما حبوش يورثوا عليهم هذا النشاط اليد العامله الظروف المحيطه لان مش غير اللحم اللي طلع ولا مش غير الاعلاف اللي طلعت حتى اليوم كل التكاليف المحيطه بال انا البارح يعني انا البارح السكر يعني يدير 10000 ل 50 كيلوغرام يعني في الاخر اليوم راهو 10000 للكيلوغرام موش للشكاره معناتها كل التكاليف اخرى زادت. والمربي هذا مواطن هذا راهو يمرض هذا راهو عنده حتى هو يعالج حتى هو يلبس حتى هو عنده يعني عنده مناسبات وعنده يعني افراح واقراح يعني وين لزمه ما يقدرش يعني يمشي يخدم بالخساره. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود لمواصله النقاش. اعزائي المشاهدين نعود بكم لمواصله النقاش مع السيد بوزيد سلمي بشان دور الثروة الحيوانية في توفير مادة اللحوم والحليب بالنسبة للمستهلك الجزائري. سي بوزيد ربما هنالك إشكالية تتمثل في عدم وجود أسواق أسبوعية في جل المدن الجزائرية الشيء اللي أثر على ارتفاع الأسعار. يعني هي هذه ربما ليس يعني في الاسواق الاسبوعيه ربما يعني اكثر من يعني 95 ولا 90% هي متواجده يعني في الولايات الرعويه والشبه رعويه يعني من العريشه ومكمن بن عمار وبشار غربا الى ولاد جلال والمناطق يعني تقريبا رعويه بحبح مورون بحبح والغواط. احنا يعني هذه فضاءات احنا كنا قد يعني تكلمنا في الموضوع يعني على مع وزير التجاره السابق على اننا يعني فتح نقاط يعني او فتح يعني فضاءات في الاسواق الاسبوعيه في المدن الكبرى ربما هذا يعني ساهم بشكل يعني كبير في تكسير الاسعار يعني في تكسير الاسعار وربما حتى الجزارين يعني يتوالفوا ان ما يروحش يعني يتنقل المنطقه يعني مثل الجلفه او الاغواط او يعني تدفعوا التكاليف السعيده او لا تكاليف النقل يعني هو كذلك يتوالف ان في كل اسبوع يروح يعني يقتني يعني المواشي نتاعو اللي يوجهها للذبح ويعني وهذه ربما يعني التكاليف نتاع يعني حتى تكاليف النقل يعني يعني رايحه تنقص وربما المتاعب رايحه تنقص يعني نوعا ما. وبالتالي الاسعار تاع اللحوم بكل تاكيد يعني بكل تاكيد. و كاين نقطه ثانيه ممكن بها تساهم في انخفاض الاسعار وهو الدخول الموالين الكبار اللي عندهم مواشي بالمئات وبالالاف في انشاء في الاستثمار في انشاء مذابح ربما هذا يساعد على تخفيض الاسعار. اكيد هو لما الموال هو اللي يدخل في استثمار
في الانشاء مذبح يولي مباشرة تنقص يعني التكاليف نتاع الاسعار المستهلك يولي مباشرة ثاني من هو هناك مركبات يعني في المذابح يعني كاين تاع بحبح وعين مليلة وبوقطب والمذابح هذه يعني انشئت الجديدة اللي هي عصرية ويعني شيدت بالاف عفوا يعني بعشرات المليارات احنا تعمل يعني فيها يعني مازال ما يستعمل وحنا طلبنا يعني باش نكونوا مساهمين فيها برؤوس الاغنام ولما لا ندخلوا حتى في التسيير نتاعها في 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 اطار يعني المجالس يعني المجالس يعني يعني الاداريه نتاعها في التسيير كما في مجالس الاداريه نتاعها ولما لا يعني مثل يعني لا غيرار يعني مول الفلاحين متواجدين على مستوى يعني الصندوق التعاون الفلاحي يعني لا سيراما متواجدين على مستوى التعاونيه الحبوب يعني كمجلس اداري لما لا يعني ونساهموا مش نساهموا يعني بالمال يعني بالعون نساهموا يعني بالمواشي وبرؤوس المواشي ويعني وهذه ما نقتصروهاش على على يعني الموالين اللي يكون عنده يعني 1000 راس و500 راس لا يعني حتى الموالي المجاميع مفتوحه من واحد عنده راس الى عنده واحد 10000 راس تكوين تعاونيه خاصه بالمربين انشاء ربما يعني فكره يعني في اطار يعني تعاونيات ويعني وتوجه يعني الرؤوس المال لكن المشكل الموجود في هذه الحلقه هو مشكل يعني التواصل يلزم يكون هناك تواصل مع المعنيين يلزم يكون هناك يعني باعتباركم كفيدرالية معترف بها قانونيا ورسميا أكيد هل لديكم يعني اتصال مع السلطات والتسهيلات فيما يخص الاقتراحات اللي تقترحوها تتجسد يكون في يعني تشاور حوار يعني بشأن تنمية هذا الثروة هذه شكرا بارك الله فيك السؤال هذا وسؤال يعني وجيه احنا فيدرالية منطوية يعني تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يعني هو المنظمة الأم نتاع الفيدرالية الانشغالات ربما تكون في بعض الأحيان يعني تتوجه للأمانة الوطنية برئاسة السيد الأمين العام الحاج محمد عليوي أو في كثير من الأحيان أنها توجه مباشرة للسلطات والمسؤولين للأمانة ما تكونش عندك مشكل يعني مباشرة مع محليا مع الوالي أو 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 أو, أو, أو في بعض الأحيان مع مدير الفلاحة مركزيا ما تكونش عند يعني ما كانش عندنا مشكل يعني مع السيد الوزير يعني اللي قال أن الأبواب نتاعي مفتوحة سواء يعني الوزير الحالي أو الوزراء السابقين المشكل في المحيطات المشكل في محيط يعني مدير الفلاحة المشكل هو في محيط يعني مفتشية البيطرة المشاكل هي في محيط الوزير المشكل في هذه وهنا ما نقولوش يعني وزارة الفلاحة لأن الأمر لا يتعلق بوزارة الفلاحة يعني هناك دوائر وزارية أخرى هناك وزارة التجارة هناك وزارة المالية هناك وزارات أخرى يعني اللي عندنا معها علاقة مباشرة في المنتوج نتاعنا نتكلموا يعني احنا الاعتراف ربما انت قلت يعني معترف به اكيد يعني هي انشئت هذه الفيدرالية بمباركة من السيد فخامة رئيس الجمهورية في الرسالة اللي وجهها الى المحتفلين بتذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالجلفة وقال اذ نبارك انشاء فيدرالية وطنية لمربي المواشي تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ربما فيه البعض يعني تلقى رئيس مصلحة يعني يرفض التعامل مع الفيدرالية ويروح يعني يتعامل مع مجمع انت اربع ارقاب ولا خمس ارقاب وربط ويتعامل معه ورانا حد بارونات ماهوش بارونات ما نقدر اللي عندهم ربما لا 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 ربما ماهوش بارونات ربما هم تلقى عنده 20 ولا 50 راس هذا ما كان لكن هم مشوشين يرفضوا الذهاب ويرفضوا السير في الخط الوطني اللي تنتهجه الفيدرالية والاتحاد الوطني للفلاح الجزائري يعني هنالك اللي يقول كاين من يرى بان ارتفاع الاسعار تاع الاغنام هذه راجع الى بارونات اللي هم يتحكموا في السوق اللي عندهم عشرات الالاف ولا ما كانش يعني الموالين ما كانش لا حتى اللي عنده 1000 واللي عنده 5000 واللي عنده 100 والله كيف يعني بالامانه ما عندناش بارونات يعني والدليل انك اعطيني اسم بارون تاع مربي مواشي يلا نتكلموا قول لي اعطيني اسم واحد قال له ماشي المهمه تاع ما كاينينش ما تقدرش تخرج اسم قال فلان هذاك بارون تاع مربي المواشي الا تربيه المواشي اللي ما عندهاش بارونات الا المربين ما عندناش في وسطنا بارونات اللي عنده 1000 راس 500 راس 100 راس الناس كل كاين دخلاء على على القطاع هذا اكيد يعني هو في كل مجالات يعني وفي كل يعني الشرائع تاع المجتمع الا وتجد دخلاء
حتى في الفيضانات اكيد يعني هما دخلاء حتى في الفيضانات باب الواد كاين اللي قال باللي انا 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 داني داتني الغرقه في الزنزال هو في 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 2000 كيلومتر جا قال باللي انا الزنزال ضربتني. يعني في كل مجالات اكيد عندما يكون التسيب في بعض الاحيان في كل مجالات يكون هناك دخلاء وحنا نعرفوا كاين هناك الكثر في محليا اللي عنده يعني السرتفيكا يعني شهاده بيطاره نتاع فيها 200 300 راس هو ما عندوش حتى 50 راس وهذه نعرفوها وموجوده ويروح يدي الملف كامل ومتكامل لتعاونية الحبوب اللي ما عندها حتى ربما السلطة ما عندها حتى السلطة باش ترفض له الملف نتاعو لأن الملف كامل ومتكامل ويروح يتمون بالـ بالـ بالأعلاف ومباشرة يوجهها للسوق ويبيعها في 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 أمام أعين الجميع يبيعها للمربي الحقيقي. احنا طلبنا أننا ندخلوا الفيدرالية محليا تتدخل في إعداد القوائم تاع المربين لأن الموالين يعرفوا بعضهم البعض ويعرف فلان قداه عنده فلان قداه باع وفلان قداه شرى وفلان قداه بقاله. لكن يعني اليوم راه مازالت يعني وهنا طرحنا هذا الانشغال يعني لوزير الفلاحة سواء السابق أو الحالي أن مازلنا يعني نتعاملوا بشهادة البيطارة. شهادة البيطارية يعني اليوم أي واحد يقدر يتحصل عليها يعني يقدر يتحصل عليها لأن هناك بعض البياطرة ماشي نقول الكل هناك بعض البياطرة ما يخافوش رب العالمين يروح يلقح 100 راس يقدر يدي لك 500 راس وخاصة يعني تجي لها فيش رقابة على الجهات الأخرى معنا احنا نبلغوا لكن المصالح الفلاحية احنا نبلغوهم ونطرحنا هذا الانشغال هو باش ورد الفعل تاعهم هو باش نقضوا على هذه الحالة على يعني وزارة الفلاحة أنها تعطي أوامر للمديريات الفلاحية أن الفيدرالية والاتحاد الفلاحين والغرفة الفلاحية يشاركوا في إعداد القوائم تاع المربين. عندما تقول للمربين يعني يعرفوا بعضهم البعض كاين في بعض المناطق والله العظيم يعني كاين اللي ما عندوش يعني 100 راس يروح يجيب لك شهادة بيطارة أنه عنده 500 راس وتشوف فيه وما تقدر تدير له حتى شيء لأن ما عادش تكلم تعاونية الحبوب ومشكورة على المجهود اللي تبذل فيه بالرغم يعني الإمكانيات في بعض الولايات ما عندهاش يعني نقاط بيع يعني نتاعها أنه يقول لك أنا الملف جاني كامل ومتكامل بطاقة فلاح شهادة بيطاري واش نقدر نقول. أنا ترى بأن هذا يعني شيء يقلل من المجهود اللي رانا نبذلوه. هو شوف احنا نناضلوا والنضال دوام وما نتأيسوش لأن إذا كان يعني في واحد ولا زوج في إدارة من الإدارات ما كانش ماشي يعني ويمشي عكس يعني التيار الوطني وعكس يعني النهوض في المجال هذا بالوطن احنا ما رايحينش يعني ما نتأيسوش يعني نناضلوا اليوم وغدوة والكلمة نتاعنا نقولوها ونخافوا إلا من رب العالمين. في هذه النقطة هذه لابد أن التكتل تاع الفيدرالية يكون قوي الموقف نتاعها تكون قوية استطيع ديرونسي الناس هذو تفضحهم تكشفهم العنانية ربما يتم حصرهم وبالتالي يصبح المستفيد هو الأول هو المواطن. وهذا هو الشيء اللي ربما رحت رايح نطرح فيه أن يعني عندما صار الحصار يعني عن طريق الفيدرالية وتقريبا الأجواء نتاع يعني نتاع الممثلين صفات كاين هناك اللي بعض المشوشين اللي راحوا يعني يروحوا من جهة واحدة أخرى ويرفضوا يمشوا في الإطار هذا لأن كانوا يستافدوا من الوضع نتاع التسيب اللي كان موجود. بالنسبة أنا ترى بأن التهريب رغم عن يعني الجهود المبذولة من طرف القوات الأمن لوضع حد لهذه الظاهرة تهريب المواشي عبر الحدود إلى دول قد أثر في تنمية هذه الثروة هذه أكيد هو أي شيء يتهرب يعني من الداخل للخارج هو يعني مسيء يعني اقتصاديا للبلدان. احنا في الجزائر الحمد لله يعني تحية خاصة وخالصة إلى كل القوات يعني وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي المرابطة في الحدود وإحنا عدنا مربين يعني من 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 عامة غربا إلى يعني إلى بشار تيندوف إلى تيمياوين إلى 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 تمراس إلى يعني كل في المناطق الحدودية هي مرابطة ويعني وفي تنسيق مثالي مع الجهات الأمنية ومع الجهات يعني القائمة بالرقابة وهذا دليل على ان هذا دليل على ان المواشي في الجزائر لازال يعني الاسعار نتاعها منخفضه لانها تهرب. يعني لو كان جات الاسعار نتاع المواشي مرتفعه ما
وكان ما تتهربش يعني ما كانش واحد يروح يدي حاجة يعني يشريها بالغلا ويروح يبيعها بالرخص، العكس يعني يشريها بالرخص. لا ماهيش كيف كيف. لا لا ماشي 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 حتى لا 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 نفس يعني تقريبا نفس يا ربما تجدها، لأن المواشي الجزائرية وهذا يعني مطلوبة أكيد، وأنا لعلمك وعبرك يعني كل المشاهدين أن الجزائر ربما الدولة الوحيدة أو من بين الدول القليلة ربما الإسلامية التي لا تستورد يعني أضحية العيد والمواشي لأضحية العيد. بالنسبة للحوم المستوردة، ألا ترى بأنها قد أصبحت تؤثر على 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 الإنتاج المحلي؟ أكيد أكيد يعني، خاصة وأن الأسعار نتاعها أصبحت تقريبا نفسها نفس اللحوم المحلية. شوف يعني في الموضوع هذا ربما احنا شفنا الأسبوع الماضي يعني هناك يعني عبر الإعلام حراك على حول استيراد اللحوم واستيراد اللحوم، احنا كفيدرالية الموقف نتاعنا ثابت، احنا قلنا للسلطات العمومية أن إذا كانت إذا كانت تروح الدعم المربي يعني نتاع الخارج دعم المربي نتاع الداخل، هذه بعدم استيراد اللحوم موقفنا يعني قلنا البارح ونقوله اليوم ونقوله غدوة، وخوفنا إلا من رب العالمين، نحن نرفض رفضا قاطعا استيراد اللحوم مهما كانت يعني من سواء من الهند من الصند من أي جهة كانت، احنا إذا كان حبوا يستوردوا مرحبا بهم، يستوردوا لنا التقنيات الحديثة يعني باه يروحوا يجيبوا لنا اللحم هذا اللي ما ياكلوش حتى هما اللي راهم يستوردوه، الناس اللي ربما هما 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 ياكلوش، لأن النوعية أنا ما نتكلمش احنا ما نتكلموا لا على الطبيب ولا أنا ماني طالب ماني طبيب، انا نتكلم على النوعيه، لان الحم اليوم لو كان نروحوا دوك المطار هو ريب مدين ولا المطارات الخارجيه عبر يعني كل الجزائر تجد الناس اللي رايحه لبني عمها في اوروبا تلقاو دينه اللحم الجزائر تاع الجزائر الانتاج المحلي يعني هذا دليل على هذا اكيد يعني النوعيه احنا هاد المستوردين وهاد الاشخاص يعني اللي مضاو على رخص الاستيراد يا سيدي الى حبوا يعني عندهم عشق يعني مع الاستيراد يستوردوا لنا الاشياء اللي تنفعنا اللي هي الامور التقنيه الامور العلميه نطور ربما نطور الثروه الحيويه. سي بوزيد المخطط تاع الدوله يقول لك الاسعار مرتفعه بالنسبة للإنتاج المحلي وما فيش ما يكفيش نعوضوه بالأجنبي. يا سيدي الكريم أنا يعني راه يقولها بمناسبة رمضان استهلاك الجزائريين لا استهلاك طول تقريبا طول السنة استهلاك الجزائريين والآن اسمح لي المستورد تاع إسبانيا مثلا راه يدير 130 طاج هذاك اللي يجيبوه مغلف وهذا 130,000 يعني وانت تخلي يعني تروح تجيب إيه؟ تجيب واحد يعني انت تشري اللحم ب 130,000 ما تعرف نوعه ما تعرف البروتينات اللي يحملها ما تعرف اشياء وتخلي يعني تاع ولاد جلال وتخلي يعني اللي واكل القطف واكل الحلفه واكل كذا يعني هنا انا نتكلم لك على يعني الاستيراد اللحوم هذا يعني يضرب اقتصاد نتاع المربين وممكن نقول المربين يضرب هو المهنة. يضرب المهنة وكين يضرب الاقتصاد يعني نقول يضرب يعني الثروة اللي هي ملك لكل الجزائريين. استهلاك اللحوم في عيد الأضحى وفي المناسبات نتاع الأعراس والأفراح وفي مناسبات نتاع الحج أكثر بكثير يعني من رمضان، ربما رمضان أكثر من 90% المطاعم ما يخدموش دونك اللحم ما كانش وعندنا وجبة واحدة عكس يعني الأيام الأخرى يكون عندنا وجبتين يعني الغداء ونتاع العشاء اللي نستهلكوه يعني في العيد الأضحى أكثر بكثير من اللي نستهلكوه في رمضان، لأن رمضان عندك يعني عندك كما نقولوا وين تقدر تغير هناك اللحوم البيضاء هناك الأسماك وإلى غير ذلك. سي بوزيد لنفرض بأن الدولة قامت بمنع استيراد هذه اللحوم، كيف للفيدرالية باه تقنع السلطات بتوفير الإنتاج المحلي؟ احنا يكون اللحم موجود في الأسواق بأسعار معقولة في متناول كل الجزائريين. هو 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 اللحوم موجودة يعني. وش هي الطريقة؟ لا هي طريقة هي طريقة أول طريقة ربما يعني يعني تكثر الرقابة على 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 فتح فضاءات في المدن الكبرى للمربين وين يدخلوا الأسواق كما قلنا يعني تكلمنا من قبل
تشجيع المذابح، تشجيع المذابح الاصطناعية وإقحام المربين في 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 مجالس الإدارية نتاعها، وهذه ربما كلها عوامل يعني باستطاعتنا يعني والوقت يعني مازال كاين اننا نقدروا نداركوها، سواء يعني كانت وزاره الفلاحه او وزاره التجاره، وين يقدر المستهلك اليوم يقدر يروح يقتني يعني يعني اللحم بكل يعني اريحيه وباسعار جد معقوله. بالنسبه لقطاع مرتبط بالثبيت المواشي وهو توفير الحليب بالنسبه للمواطن، وش هو الدور نتاعكم الان انتم الكميه اللي راكم تقدموها للمستهلك؟ يعني هو بالارقام يعني الامانه يعني ماهيش موجوده يعني عندي، لكن هناك يعني الحليب يعني تاع الابل، واليوم راهو يعني اصبح في مناطق يعني مثل تندوف ومثل يعني يعلب في 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 يعني في، ولكن غالي في 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 السعر نتاعو مرتفع مش متناول، مرتفع بارتفاع الفوائد اللي فيه، يعني دوك اذا كان نتكلموا على على حاجه يعني نتكلموا الفوائد والفيتامينات الغنيه به، نتكلموا على حليب الماعز يعني ويعني يعني يعني كيف كيف هناك، يعني نتكلموا ربما يعني بصفه عامه يعني ما زلنا يعني ما وصلناش الى ذلك يعني الاكتفاء الذاتي في ماده في ماده انتاج الحليب خاصه. لا 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 احنا بعيد كل البعد، ان شاء الله ان شاء الله الفاتوره نتاع اخواننا ان شاء الله الاستيراد بالعمله صعبه الغبره الحليب مرتفعه، يعني كان المفروض على الاقل نقللوا منها نسبه كبيره، لان هنالك العديد من 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 المواطنين اللي قاموا باستيراد الابقار، لكن زيد يعني هذا يعني استيراد الابقار الان شحال منتوج تاع الحليب يعني بالارقام يعني ربما تقريبا مليار لتر في العام يعني تقريبا، ولكن احنا يعني في 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 يعني في كفيدراليه يعني نطلبوا ونطالبوا يعني باستيراد لما لا يعني الابقار وتوجيهها يعني للمربين، وتكون يعني الاموال هذه اللي تمشي ربما في استيراد اللحوم ربما اموال، والشيء اللي تكلم عليه واكد عليه هو يعني ينقصنا الامور التقنيه العلميه باش نوصلوا ان كيفاش المربي يجيب البقرة وكيفاش يعني تقنيات اللي يستقلها يرفع من يرفع من إنتاج الحليب الإنتاج الحليب. بالنسبة لنقطة أخرى، كيف نقضي على ظاهرة استيراد الأعلاف هذه اللي هي يعني كان من المفروض بأن الجزائر قارة يعني يكون تكون الأعلاف تزرع هنا في الجزائر بكمية معتبرة يعني أنا تكلمت من قبل وقلت يعني علينا استيراد يعني الأمور العلمية والتقنية، وين نروحوا لتربية حديثة أننا وين المربي يتحصل على قطعة أرض وتخليه هو يعني الدعم تقنيا تقنيا والدعم يعني علميا باش يقدر يعني هو يوفر الاعلاف للمواشي نتاعه. اكيد يعني هي ما تكونش في الافاق يعني القريبه، لكن هذا امنينا ان الافاق يعني المتوسطه ولما لا البعيده ان شاء الله المتوسطه. وكيف نقضي على ظاهره انعدام الحليب هذا اللي اصبح هاجس تاع المواطن؟ يعني كيف تشوف تشوف حتى هو كفيدرالية ما كنتش مختصين يعني اكيد يعني لانه يعني شعبه يعني اخواننا يعني الابقار هذيك يعني يعني انتم وش هو التصور نتاعكم بان نوضعوا حد للفاتوره هذه اللي راهي طالعه؟ انا يعني بالله يعني يكون فيه اكتفاء ذاتي ويصبح المواطن في اريحيه لإيجاد يعني الكيس بكل سهولة. أنا يعني هذا ربما هو موش من الاختصاص أنا، لكن ربما أنا نأخذ على أساس يعني الكلمة اللي لقاها السيد الأمين العام حاج محمد عليوي منذ ربما أسبوعين تقريبا في الصيف، أين يعني تم لقاء يعني تحضيري لتأسيس الوطنية تاع مربي الأبقار يعني الحلوب. الشيء اللي يعني يلزم يعني التنسيق المثالي بين المختصين المربين وبين الجهات يعني الرسميه والاداريه اللي عندها يعني الامور التقنيه والماديه. وانا هنا احنا ثمنا الكلمه يعني اللي هو المطلب تاع الامين العام، وين يعني يلزم علينا نروحوا لاستيراد الابقار ونكونوا يعني مربين يعني في 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 جميع المناطق، ونمشوا يعني للانتاج الحليب يعني على الاقل حتى اللي ما قضيناش عليه نهائيا، على الاقل يعني نقصوا من فاتوره استيراد يعني الحليب.
نقصوا منها بهذه الطريقه تاع الاستيراد اكيد يعني لكن لكن من قبل كانت الدوله يعني منحت اموال مجموعه كبيره من المواطنين لكن غير كافيه يعني غير كافيه يستوردوا الابقار يعني لكن غير كافيه مقارنه كاين اللي يقول لك ذبحوهم اي كان هذيك تبقى على الرقابه يعني اذا كان جابوهم الحليب ووجهوهم للذبح تبقى على الرقابه نتاع اللي منحوه لهم على يعني تشديد الرقابه يعني يعني عندما تقدم الانسان رؤوس تاع ابقار يعني باش 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 يوجهها عليك بالرقابه يعني الرقابه هي الحل الاكيد الرقابة والردع هذه أكيد يعني هذا هو الحل يعني اللي بالنسبة للجلسات الوطنية اللي درتهم حول اللي نظمتهم وزارة الفلاحة حول الفلاحة تطويرها وتنميتها بعد كل الفلاحة هي البديل للبترول ونصبح نصدر مختلف الفواكه والخضر وش هو الشيء الجديد بالنسبة للإيجابيات اللي خرجت بها الجلسات لتطوير هذا القطاع هذا يعني هذه يعني خذيناها يعني هذه وإحنا يعني أولا شاكرين يعني الوزارة الفلاحة اللي نظمت يعني اللقاء يعني قبل يعني يومين أو ثلاثة إحنا الشيء اللي نثمنوه أكثر وأكثر هو الرسالة التي يعني بعتها السيد فخامة رئيس الجمهورية للمشاركين والتي يعني وجدت يعني صدى كبير يعني وترحاب من طرف أكيد يعني المشاركين هو يعني التزامه يعني الشخصي بمرافقة يعني الفلاحين ويعني في حتى في الرسالة وقالها صراحة يعني منذ يعني المجيء نتاعه وهذا شيء يعني لا ينكره إلا جاحد هناك يعني حقيقة حنا الشيء اللي نطلبوه يعني في الرسالة وكذلك يعني ربما يعني والرد يعني كان تثمينها يعني على لسان السيد الأمين العام الحاج محمد عليوي اللي كذلك يعني القى يعني رسالة ورسالة كانت قوية ووجدت يعني صداها كبير يعني عبر يعني الفلاحين المشاركين أو حتى يعني اللي كانوا يعني في الولايات وين رافعوا ودافع على يعني على فئة يعني الفلاحين والمربين يعني المربين والفلاحين عموما وين يعني ذكر يعني بالأمثلة يعني المشاكل اللي يتخبطوا فيها يعني وهذا يعني أنا على يقين بأن السلطات العمومية يعني تأخذ بمحتوى تلك الرسالة نتمنى الشيء أن ما جاء في رسالة السيد رئيس الجمهورية هي هو ما مفخرة وما المطالب اللي جاءت في رسالة السيد الأمين العام الحاج محمد عليوي يعني نتمنى أنها تتجسد يعني في الأرض ميدانيا في أرض الواقع وعلى يعني المسؤولين اللي ربما أكرمهم الله عز وجل يعني بالمسؤولية وأكرمه السيد فخامة رئيس الجمهورية بالتعيينات نتمنى أنهم يبذلوا مزيد من المجهود من أجل تجسيد ما يصبو وما يطمح له السيد فخامة رئيس الجمهورية شخصيا. سي بوزيد نختموا الختام نختموا النقاش نتاعنا بكلمه توجهها بالنسبه للمربين باش شويه رافه بالمستهلك خاصه ونحن على ابواب يعني شهر رمضان الكريم فيما يخص توفير الحليب واللحوم هذه يعني تكون شويه البرين تاعها يكون هابط شويه يعني. شوف اولا انا يعني شاكر رب العالمين انه يعني انني انتمي لهذه الفئه تاع الفلاحين يعني وللامانه اننا يعني كل المربين يعني عبر ربوع الجمهوريه اللي تلاقيتهم يعني ان الناس يخافوا رب العالمين أنا لا اتكلم على ملائكه وانما نتكلم على الاغلبيه لأن انهم يخافوا رب العالمين احنا انا قلت لك يعني من قبل ان المربين لن يستغلوا فرص لا رمضان ولا عيد الاضحى باش يرفعوا المواشي الكلام هذا نتاعي انا نضم كلامي لكلامك ونطلبوا يعني من هاد الجزارين يعني نتاع التجزئه انهما يعني رفقة بنا جميعا ليس الا يعني كل المستهلكين والمربين اطمئن يا اخي الكريم انه لن يستغلوا هذه الفرص ويعني وبدون ما نوجه لهم نداء انهم يعني معظمهم يعني واعيين ويعني اغلبيتهم انهم يخافوا رب العالمين. نتمناه ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا على المعلومات والمعطيات اللي قدمتها لنا فيما يخص الثروه اللي هي نتمناه بها تساهم في التنميه وتكون بديل احدى الروافد لتنميه الاقتصاد الوطني. اعزائي المشاهدين إلى اللقاء في الأسبوع القادم وشكراً.